السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين، حياكم الله في مقطع جديد. هذا المقطع ان شاء الله راح نلعب لعبه محاكاه الاسعافات، يعني كيف انت تسعف ناس وتنقذهم من الموت. خلونا نبدا اللعبه. قبل بدايه اللعبه لا تنسانا من اللايك والاشتراك في القناه ونشر المقطع. طبعا المقطع هذا راح يكون مفيد جدا انك تعرف كيف هي تكون عمليه الاسعاف، الإسعافات الأولية بالإنجليزي طبعا يسموها The First Aid. بسم الله، خلونا نبدأ. أوكي، إحنا حين مارين على الطريق، ما تعرف شو موجود في الطريق أو من أهوال الطريق، يعني واحد لازم يكون مستعد لما يمضي في الطرقات. حبيب في حادث سير، شاحنة وسيارة، طول 4 إشارات، اخذ التليفون واتصل في الشرطة او في يسمونه هذا الدفاع المدني او الاسعاف. اوكي، مبدئيا لازم نحط لائحة انه المكان هذا في حادث. واضح عندنا 3 مصابين وفي حالة واحدة، واضح انها للأسف فارقت الحياة. اوكي، كذلك واضح انه في حريق، دخان فوق، علبة طفاية حريق، فاير استنجشر. اوكي، واضح انه في سيارة. لازم تحط على يمين يسار او تحت فوق عشان تاخذ اكثر مسافه. حاول انك تكون في الحريق، للاسف ما طفى. شيل الثاني اللي موجوده في هذه السياره. الحمد لله طفينا هذه. الحين ناخذ هذه اللائحه الثانيه ونحطها على منتصف الطريق. اوكي، نكمل المشوار باسرع وقت. مشكلة الوقت يسعف، لازم ننقذ الناس هذولا من الموت. واضح انه في واحد ميت ما موجود. نحن يطلب منا لازم نوقف السيارات، طبعا جميع السيارات شغالة لازم نوقفها. شوف نحن سيارتين والشاحنة. عالسريع عالسريع، يلا حبيب يلا حبيب يلا يا الحبيب. اوكي، اركب اركب، طفي طفي. حلو. الحين يقود شكيور المرضى هذول، شيء اللي سعفات معاي. اول شيء لازم اروح حق هذه الحرمة. اوكي، طبعا هي ما تسمعنا. رجع هذا الخلف، للأسف شكلها انها فارقت الحياة، في عندها جرح في الرقبة، يمكن كسر بعد، ما في فايدة. شوف هذا الطفل المسكين، حركه، انهض انهض، مو راضي ينهض. اوكي، غير هيئته. اسمع اذا في عنده تنفس ولا لا. للأسف ما في تنفس. نشوف الثاني هذا اللي طايح على الأرض. ما ينهض، عنده جرح. حرك الرقبة، أعتقد في عنده كسر في الرقبة. ناخذ هواء، يعني الأكسجين عنده ولا لا. أوكي، عندك الجرح هذا على الرجول، واضح إنه جرح كبير. شوف هذا الثاني. باليد في جرح. نهضة نهضة يا ابو الشباب. اوكي، شوف تنفس. عنده جرح هنا في يد. اوكي، الولد هذا، الولد هو اهم شيء، الولد اهم شيء.
ولا قاعد يتناقص بعد نفس الشيء. اوكي يقول لازم تروح سيارة عشان تحدد موقعك، موقع حق الاسعاف. شوف شوي تأخرت انا، كان المفروض اجي هنا على طول، ما انتبهت للاشعار. الموقع الولد هذا بسرعة. اطلع يا ولد، اطلع 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 يا ولد. الحين عاد لازم نستخدم مع الاسعافات فيرست ايد. اوكي اعطيه اول شيء هذا تبع المسجين. ايوه الله يا اخي حرام عليكم والله. اكسجين يلا 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 حلو يا اخي. شو هذا يا حرام عليكم صراحه، شيء بسيط يعني بس تركب اعطيه اكسجين وخلص خلصت السالفه يعني، ليش كل هذا التعقيد؟ اثنين ثلاثة أربعة يا عمي. اوكي حلو حلو يا عمي، شو مشكلتكم؟ استغفر الله، اعوذ بالله، الله اكبر. يعني لازم اسكر الحقيبة وافتحها مرة ثانية يعني هذا كلام؟ الله اكبر يا اخي يا هالمسخرة، ايش تضحكوا علينا؟ انا حتضحكوا علي انا؟ والله اني سويت مستحيل انقذ الطفل. علينا ننقذك بسرعة. وقت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. حلو، وش في عنده؟ تنفس أو لا؟ يلا خلصنا من الولد، شو السالفة الحين؟ اوكي لازم تحرك الايد عشان تخليه على هيئتنا يتنفس. اوكي ايوه حركة، ايوه هذه الطريقة تخلي الولد ويش يتنفس طبيعي. هذا خلص. يلا يلا الرجال اللي موجود بالسيارة، اللي موجود بالسيارة يلا 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 يلا. ايوه انتم انا عارف ان عندك جرح في ايده. امشي الحزام. اوكي خلي خارج السيارة وينه. طيب يلا 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 على الأكسجين. اوكي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. حلو يلا شو بعد؟ خش معي مرتين. حلو ها شقي يس. اخيرا الاسعاف. الدم هذا
لله تمكنت انه نخلص من هالمشكلة. اوكي الحين مطلوب نجمع اشياء في نقاط هنا. اوكي اوكي في نقطة هنا يمكن هذا اعتقد يمكن اسباب الحريق. شو هذا؟ اعتقد يمكن حيوان، يمكن حيوان مرمي هنا. شوف هذا المكان لما اضرب بريك اوكي ما قدر يسيطر على السيارة. هذا كله توقعاتي. اوكي طلعنا الحين ثلاث نقاط، في ثلاث نقاط ثانيين بعد. ايوه شوف هذا. اوكي الحين المطلوب انه بعد ما احنا ما طلعنا الاسباب فلازم ايش نحط كل واحدة في مكان، في مكانها المناسب يعني. شوف هذا ما ادري شو موجود في الطريق، غريب الامر ما ادري شو هذا. وانا ذا اقول يمكن هذا اخر شيء. ما ادري كيف حط توزيع عشوائي يعني. اوكي اوكي ممكن كده صح. واضح بعد مو صحيح. أدري يمكن في شيء خطأ. ما اعرف كيف يكون عملية التوزيع.
All right. كده صح. أخيرا خلصنا المهمة. هذا حي رجال alive. أوكي. والرجل الثاني كذلك هذا أعتقد اللي هو هذا صاحب الشاحنة. هذا اللي هو سائق السيارة الحمراء. وهذه توفت للأسف. الطفل حي. alive alive dead alive. كانت مهمة يا أخي. يعني يلا. اوكي شباب، شكرا لكم على حسن المتابعة. كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. نلقاكم في مقطع آخر إن شاء الله. مع السلامة. لا تنسونا من اللايك والاشتراك ونشر المقطع. حياكم الله. مع السلامة.